هنروح المختارات تاني. ما هو لأن الشعر مش فانتازية. يعني الشعر بكلم الشعراء وبقول للشاعر، تقول ايه؟ الشعر مش فانتازية لمركزك في الكون، ولا هو حيثية لقعادك على القهوة. بزبرت انك ولد نص لبة، عامل من الحبة قبة ومستحيل وحسيس. الشعر مش احتلام في السر للأحاسيس، ولا هترسة مجنون شاف الوجود مقفون ولا فايدة منه. والشعر يقدر يغني قلبك عنه لو تلاقيه. ده الشعر لغز، الشعر لغز. يمكن يكون كل ده، يمكن يكون كل ده او في مسيس منه، لكنه شيء غير طبيعي انه كذب يكون. الشعر غير الظنون والمشي في المأمون، او لعب جنب الحيطة في المضمون، من اجل ان يسمعوا لي اساتذة التفسير، وكأن طفل صغير ماشي على كفوفه أو طالع على المواسير. يسقفوا له الهوانم يا دلع أمه، يختي على اللي يرضعوه شرباته، وأصقصه في عش الغرام رشته. آه لو شعره من ششته، الحزن في عيونه بيخلي القلوب يشته. يعني النعين أخته شاعر، وسره الغميق فوق سرته مدفون. الشعر يا سادتي، الشعر يا سادتي تعويذة الإنسانية، عكاز لضعف البشر، مزيكا رباني فيه من عطور الملايكة وريحة الطعمية. ما يجعله مطلوب ركفة قلوب، أي نعم لكنه دق كعوب على باب ديوان المظالم صرخة غجرية. بكلام ماهوش من هنا وبديع ماهوش من هناك، لا تحتويه السطور ولا تصيد الشباك. يجعل عروقك تنطفئ كهربا، والعادي يدرك في لحظة دورة الأفلاك. يعيد نظر في مراته وأدق تفاصيل حياته، ومعنى كل اللي ما يتقالش من كلماته. في كل شيء بيدوس على روحه، من نشرة الأخبار لزحمة الأتوبيس، ويشوف في قلة حيله وربايته حيل إبليس. فيحس إنه كان ماهوش هو، وجوه قلبه شيء نميس اتولد. الشعر صرخة ولد شاف في الوطن أمه، وعدوه زاحف فوق رمالها عبها، وأبوه على بابها بيفاصل على دمه. الشعر قصر الخلافة اللي ملوش علاقة ولا طاقة، لكنه بجريدة خضرة تخضع الأسوار، وتنكشف أسرار بلا نهاية عن الحرية اللي أول ما خلقها الرب نطقت اسم شاعرها. دلت له ضفايرها، بقت القصيدة دليله في زحمة الأشواق، بشرى الهطول المطر على صدر صحراؤه، كلمة وتبدأ بها الأساطير على أوراقه، ضحكة تفرج ضيقته في الزنازين، نسمة تزيل التعب عن أرطم الحمالين، لمسة صديق في الضيق، همسة أنيس وونيس، كرسي في الأتوبيس، أحلام بليلة خميس تحيي ألف باء. بالرغم من أنه بيعبر عن أحزاننا، وبيعبر عن الإنسان الكادح جدا في الحياة والتعبانين، بس ما هوش حزين. وهو بيدخل عليك البهجة ليه يا عم سمير؟ إيه المحادة الصعبة دي يعني؟ وكمان ده في حاجة تانية، ليه وأنا بسمعك كنت بتقول عمية كأني بسمع لغة عربية فصحى؟ يا حبيب قلبي، ما هو دي اللي هي أنك أنت تقتنع الأول انك شاعر، ما انت الشاذ عن الناس ولا انت مميز عنهم. وفي اللي الست الفلاح اللي قاعده قدام الفرن بتقول احنا بقالنا 6 ساعات مصموطين قدام النار، مصموطين قدام النار. دي كلمه هي جابتها منين؟ تعلمتها فين؟ الامثال الشعبيه اللي احنا نسيناها، والاغاني الفلاح اللي احنا نسيناها، اللي طبعا هويتنا، اللي هي هويتنا. ايوه، ما هو عشان كده احنا قلقانين، لأن احنا نسينا ان بدل ما نغني في الفرح في الفلاحين، لو تجيب اغاني الفلاحين وناس كتير جمعوها وسجلوها تبقى هي غذائنا. الامثال الشعبية اللي احنا خدناها دراسة في المجتمع ونفسية الناس والكلام ده، ما استمتعناش بيها، ما استلذناش بإيقاعاتها، وإلا ما كانش النسوان لما الدنيا يموت عزيز عليهم يعددوا شعر بالعدودة ده فن
فن فن فن العدوده. احنا بنكتشفه كفن لكن للاسف بنعامله على انه فن كده نلمعه لا. ونحطه على الترابيزه او نحطه على الرف. وفن نسائي بامتياز، يعني هذا الفن من ابداع المراه بامتياز. يمكن ارجعوا لكلام الدكتور النقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب وبيتكلم عن فن العدوده وعن ابداع المراه في هذا الفن. يعني هقول طبعا لا وبعدين هم بيلمسوا في السطرين الاربعه الرباعيه الوتر اوتار حساسه تتقال في مقالات يعني.